أين وصل الانفلات الأمني في محافظة إدلب؟ ومن المسؤول ومن المستفيد؟ وكيف تأثرت حياة قاطني المحافظة من أبنائها والمهجرين إليها؟ لم تمض أيام على بدء المرحلة الثانية المتفق عليها بين الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد مطلع شباط هذا العام، حتى بدأت محافظة إدلب تصبح وتمسي على أخبار الخطف والاغتيالات التي زادت من عدد القتلى في مشهد متكرر وشبه يومي. عمليات الخطف المتكررة والتي زادت خلال الأيام الماضية ضمن الكوادر الطبية دعت النقابات الطبية في المحافظة إلى دق ناقوس الخطر للحد من هذه العمليات التي أثرت بشكل سلبي على سير عمل المرافق الطبية في إدلب. التدهور الأمني في محافظة إدلب المستفيد منه النظام أولا، وكل من يسعى لتخريب الحياة الاجتماعية والمدنية البسيطة جدا اللي كانت موجودة. طبعا هذا الانعدام الأمن الموجود أكيد رح يكون له تأثير مباشر. إذا استمر الوضع الأمني هيك يعني ربما يجي يوم ما نشوف ولا مؤسسة عم تشتغل أبدا. 90 قتيلا حصيلة قتل الاغتيالات خلال شهر أيار الماضي طالت عسكريين ومدنيين يقيمون في مدن وبلدات محافظة إدلب، فيما زادت حدة الانفلات الأمني خلال الأيام الماضية بتفجير عشرات العبوات الناسفة المزروعة في الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي يستدعي جهدا كبيرا من القائمين على أمن وسلامة المواطنين في إدلب لإيقاف هذه الحوادث التي شلت حركة الكثير من سكان المنطقة. بعد انتشار ظاهرة الخطف أو بعض الجرائم الجنائية الوصف، تعمد الشرطة الحرة في أماكن تواجدها على تسيير الدوريات الليلي والنهاري وعلى مداخل المدن والبلدات ومراقبة المشبوهين وأرباب السوابق والمطلوبين للحد من هذه الظاهرة. يتساءل السكان في محافظة إدلب من المسؤول عن حمايتهم وحماية أرزاقهم، ومن هي تلك الأيادي الآثمة والمجهولة منذ أشهر التي تعبث بحياتهم وبأمنهم وتزداد أفعالها الإجرامية يومياً دون حساب. حالة أمنية متردية تشهدها محافظة إدلب، ومطالب الأهالي تتلخص بالقبض على من يقوم بالأعمال الإجرامية التي وصلت إلى حد غير مسبوق في المناطق المحررة. محمد الضغيم، حلب اليوم، ريف إدلب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد أحمد مظهر ساعدو الكاتب والصحفي، أهلا بك. كما أرحب من اسطنبول بالسيد إبراهيم الإدلبي الناشط الإعلامي. سيد إبراهيم من الحدود السورية التركية. سيد إبراهيم، لو تضعنا في صورة الوضع الأمني في محافظة إدلب، يعني نبدأ من التفجيرات التي وقعت يوم أمس. نعم، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. حقيقة ما يحدث اليوم في محافظة إدلب من عمليات اغتيال تطال إن كان القادة العسكريين أو حتى النشطاء المدنيين الموجودين في المحافظة، وليس آخرها كما تفضلت العبوتان الناسفتان اللتان استهدفتا أوتيل الكيراتون الموجود داخل محافظة إدلب. طبعا هذه المنطقة الاستراتيجية والحساسة والتي يوجد بالقرب منها الهلال الأحمر، إضافة إلى عدد من المنظمات المجتمع المدني العاملة في الشؤون الإنسانية في المحافظة. طبعا الانفجار أدى إلى تعطل العمل لمدة يومين داخل المنظمات بشكل عام في عموم المحافظة. هناك أيضا حالة من الإضراب التي طالت الكادر الطبي في عموم محافظة إدلب، وقد تجلى ذلك آخر 48 ساعة جراء عمليات الاغتيال المتكررة التي تطال الجميع في المحافظة، مما اضطر القوى العسكرية المتواجدة في المحافظة وريفها من أجل نشر الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج القرى والبلدات، إضافة إلى تسيير دوريات متنقلة في مراكز المدن من أجل متابعة الوضع عن كثب في حال
حدثت أي محاولة اغتيال أو شهد نعم أي شخص نعم متبه. يعني سيد إبراهيم، يعني لو تحدثنا بشكل مفصل أكثر عن أبرز عمليات التفجيرات والاغتيالات التي جرت في إدلب في الأسبوع الماضي. طبعا تحدثت عن تفجير الكرتون، قبل ذلك كان هناك عمليات منفردة كانت قد طالت بعض القادة في هيئة تحرير الشام وأحرار الشام في الشمال السوري بعملية اغتيال، إن كان بعبوات ناسفة على الطريق الواصل ما بين سرمين ومعارة المصريين، أو حتى بالمسدسات كواتم الصوت داخل كل من سرمين وسلقين وحارم، إضافة إلى سرمدة. هذه الثلاث مناطق التي تشهد في الشمال السوري توتر من على مستوى عمليات الاغتيال الأمنية، بالانتقال أيضا إلى الريف الجنوبي من محافظة إدلب، تحديدا كل من الثمانية وخان شيخون والطريق المؤدي وصولا إلى مدينة معارة النعمان. هذا الطريق الذي حقيقة يوميا ما يكون هناك من عبوة إلى عبوتان ناسفتان، إما أن تنفجر أو يتم تفكيكهما من قبل الجهات المختصة التي تقوم بالتحرك على هذا الطريق. كان هناك في الريف الجنوبي للمحافظة محاولة اغتيال لأحد الكوادر الطبية العامل في خان شيخون، إلا أنها باءت بالفشل، إضافة إلى محاولة اغتيال لقائد عسكري في الجيش السوري الحر بعملية بكاتم صوت، أيضا باءت العملية بالفشل، واشتبك القائد العسكري مع المجموعة التي حاولت طبعا اغتيالها. أيضا كانت هناك عملية اغتيال لدكتور في المنظومة الطبية الإسعاف السريع في الشمال السوري، حصلت عملية اشتباك ما بين الفئة التي تحاول اغتيال الطبيب مع الطبيب أيضا، إضافة مما استدعى إلى تدخل القوى الأمنية في المنطقة جراء الاشتباك، وقاموا بقتل أحد المهاجمين وإصابة البقية، وهو حقيقة تم إلقاء القبض عليهم، وقد اعترفوا أنهم خلايا نائمة لتنظيم داعش في وقت سابق، كانوا قد تسللوا إلى الشمال السوري من أجل عمليات الاغتيال في المنطقة. نعم، أنتقل لك سيد أحمد، يعني كيف تنظر إلى ارتفاع وتيرة التفجيرات والخلل الأمني في مدينة إدلب أو في محافظة إدلب بشكل عام؟ مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا ولضيوفك الكرام. الحقيقة وضع الأمني في إدلب وضع حقيقة مؤسف بكل ما تعنيه الكلمة، ويؤدي إلى كثير من حالات الوهن واليأس عند الأهالي في مدينة إدلب، لأن الوضع أصبح من الفلتان بحيث لم يعد ممكنا الحياة أو التماشي معه حقيقة. طبعا بالتأكيد هذا يعود إلى أسباب عديدة، منها أن هناك عدو خارجي وهو النظام ومن معه، وأيضا العدو الآخر هو داعش ومن معه، يحاولون اللعب بالوضع الأمني داخل مدينة إدلب بكل الأشكال، وهذا يؤدي إلى أن الحالة في إدلب تصبح فاشلة بعد فترة ما، أو بمعنى آخر المجلس المحلي أو من يقوم بالهيمنة على إدلب يتهموا بأنهم فاشلون. هذا يؤدي إلى أيضا أن الحديث لابد أن يكون أيضا عن الحالة الداخلية حقيقة. داخل إدلب هناك الكثير والكثير جدا من الفصائل المتنازعة، هناك حالة تنازع قوانين وحالة تنازع سيادة بكل ما تعني الكلمة، ليس هناك سيادة لفصيل ما أو لمجموعة ما أو لجبهة ما، اليوم هناك تنازع حقيقي، هذا يؤدي إلى عدم وجود هيمنة شرطية على إدلب، ليس هناك حكومة مؤقتة تستطيع اليوم أن تقول أن إدلب مهيمن عليها من خلال إدارة شرطية ما. لا أعتقد أنه في أي مكان من العالم هناك في سيادة وهناك حماية أمنية للناس يمكن أن تمر الأمور بهذه البساطة بدون وجود سيادة شرطية أمنية تراعي وضع الناس وتحافظ على أملاكهم وعلى أمنهم وعلى حيواتهم بالتأكيد، وهذا ليس فقط حق الناس وإنما هذا واجب على هذه القوى. نعم، يعني سنتحدث أكثر عن يعني الأسباب التي أدت لهذا الفشل الأمني إذا جاز التعبير. يعني عمليات الخطف سيد أحمد، عمليات الخطف بدأت وما زالت يعني في ازدياد، يعني إلى ماذا يشير ذلك؟ يشير بكل بساطة إلى أنه ليس هناك من إمكانية حاليا لسيادة أمنية ما لحالة الفصائل، ويشير أيضا بكل وضوح أكثر إلى أن الحكومة المؤقتة ليس لها قدرة حقيقية على أن تكون متواجدة في إدلب. نحن نعرف أن هناك حكومتين متوازيتين، حكومة الإنقاذ أو يسمى بالإنقاذ وحكومة المؤقتة، وكلاهما يعيش في هذه المنطقة وكلاهما له مقاطعات أو أماكن يهيمن عليها.
فيما بعد أصبح هناك أيضا فصائل أخرى خارج هذه وخارج تلك أيضا تهيمن على بعض المناطق، وهذا يؤدي إلى حالات كثيرة من السماح للخطف أحيانا وللمصالح وللاعتقال، وأيضا الاعتقال في بعض الحالات هو خطف بالضرورة لأنه ليس هناك جهة أمنية تابعة لحكومة أو لمجلس محلي. المجالس المحلية تم الهيمن عليها وإسكاتها ولجمها في كثير من الحالات، أو أنها أصبحت مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن نفسها فقط في بعض المناطق. ونحن نعرف تماما كيف حصل في بعض المناطق أنها أعلنت أنها لا ارتباط بينها وبين المجلس المحلي في إدلب، في بعض مناطق إدلب. نعم، يعني على ذكر المناطق سيد إبراهيم، يعني تحدثت أن التفجيرات والاغتيالات طالت الكثير من شرائح المجتمع، يعني تحدثت عن أطباء، عن مدرسين، يعني هل هناك مناطق معينة تشهد تفجيرات؟ هل هناك مناطق أم أن المناطق هي عشوائية؟ طبعا حقيقة تتركز اليوم محاولة الاغتيال في جزئين من المحافظة، الجزء الأول وهو الشمال السوري إضافة إلى المنطقة الجنوبية من المحافظة. الشمال السوري، وأنا الآن على الهواء تأتينا الأخبار أن هناك أحد قيادات لواء الأحرار الشمال في الشمال السوري تحديدا في بلدة سربين تعرض منذ قليل لمحاولة اغتيال، وقد وافته المنية جراء عملية الاغتيال من قبل مجهولين ولاذوا بالفرار ولم يتم إلقاء القبض عليهم. وكنت قد نوهت أن كل من سربين ومعارض مصرين وسرمدة في الشمال السوري هي الأكثر نصيبا بعمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال، إن كان بالعبوات الناسفة أو حتى بالمسدسات كاتم الصوت. في المرتبة الثانية تحدثنا عن الريف الجنوبي من المحافظة وكل من خان شيخون ومورك والثمانعة، هذه الثلاث قرى في المحافظة من الجهة الجنوبية لها النصيب أيضا من عمليات الاغتيال بالعبوات الناسفة إضافة إلى المسدسات، وكانت قد استهدفت تحديدا القادة العسكريين. أما في الشمال كانت قد طالت فئة كبيرة من المجتمع ومن أبرزهم طبعا الناشطين الإعلاميين إضافة إلى الكادر الطبي، وأيضا هناك كانت حملة اغتيالات عشوائية حقيقة في عموم المحافظة في المرحلة الأولى، وراح على إثرها قرابة 27 مدني كانوا قد لقوا حتفهم بعمليات الاغتيال العشوائية التي كان الهدف منها هو إدخال الشمال السوري بحالة من الاضطراب الأمني والخوف والهلع لدى جميع المدنيين بكافة الفئات وكافة الشرائح المجتمعية. نعم ضيفي الكرام، أرجو أن تبقوا معي. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، من المسؤول عن ضبط الأمن في إدلب ومن المستفيد من هذه العمليات؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عدسة حلب اليوم استطلعت آراء بعض من أبناء محافظة إدلب حول من المسؤول عن الفلتان الأمني، وعادت لنا بالتالي. أكيد المستفيد الأول والأخير هو النظام والاستخبارات العالمية، يعني بكون أنه يعني أغلب الناس الشرفاء والمجاهدين إن وجدوا الآن في المنطقة المحررة أو في محافظة إدلب تجد يعني انه كل الايدي الخفيف العالم راح يكلها شغل، طبعا تدهور امني عالمي يعني في بده يكون في محافظه ادلب في المناطق المحرره. المستفيد من الوضع الامني في ادلب في عده جهات، بس المستفيد الاكبر هو من فينا نعده النظام، انه له يعني مصلحه كبيره انه يكون الوضع الامني متدهور في الشمال السوري ليظهر للعالم انه نحن عباره عن انه هاني مجموعات ارهابيه او مسلحه او شيء. المسؤول عنه هو النظام السوري، هو المستفيد الاكبر منه. طبعا المستفيد الاول هو النظام، لانه راح يحاول يقدم صورة انه او يعطي براهين او دليل على مناطقنا انه نحن في وضع امني غير مستتب، وبالتالي راح يحاول يظهرنا نحن بصورة المنطقة الغير قابلة لانه يكون فيها حكم ذاتي. هذا الشيء الاول، يعني المستفيد الاول من هذا الموضوع هو النظام. هلا المستفيد الاول والاخير في عن حالات الاغتيال والتفجيرات اللي صارت في المنطقة، النظام قولا واحدا، النظام الروسي. تدهور الوضع في ادلب، يعني هون نحن في مناطق محررة، يعني اكيد المستفيد الاول والاخير هو النظام السوري، لأن ظلت منطقتين بس في سوريا أنه خارج سيطرته، فهي إدلب ودرعا. درعا حاليا عم يحشدوا عليها النظام. في عنا عصابات هون كتير، هني هي العصابات اللي مستفيدة أكثر شيء، وباقي الشعب لله الأمر. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي الكريمين، وينضم إلينا السيد عباس شريفة الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من إسطنبول. أهلا بك سيد شريفة،
يعني سمعنا معا الاستطلاع الرأي، هناك من قال أن النظام هو المسؤول، وهناك من قال أيادي خارجية واستخباراتية عالمية، وهناك من قال إن هناك عصابات محلية هي من يعني هي المستفيد مما يجري في إدلب. برأيك من المسؤول عن ضبط الأمن في محافظة إدلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم وتحياتي لك وللأخوة المشاهدين. طبعا المشهد اليوم في إدلب هو مشهد معقد ومركب، والأمور مختلطة تماما بسبب كثرة الفاعلين وكثرة المتدخلين. الفوضى التي أنتجتها جماعات السلفية الجهاد اليوم تسمح لكل من أن يفعل ويفجر ويخطف ويسحن، لكن المسؤول بداية هو القوى المسيطرة. أنت لما تتكلم عن مؤامرة دولية ومؤامرة عالمية والنظام عم بتآمر عليك، فأنت شو معنى وجودك؟ شو معنى أنه أنت مستلم الأمن وفاتح مغافر وعندك حواجز؟ أنت المسؤول أولا وأخيرا. من الذي قام بتفكيك مشروع الشرطة الحرة اللي كان يضبط الأمن وصادر السيارات وسرق المقرات وسرق المغافر وعطل قوة أكثر من 4000 شرطي و200 ضابط شرطة منشق عن النظام، منعهم من أجل أنه يقوم بمسرحية هزلية أنه أنا موجود على الأرض ويساوي مشروع الشرطة الإسلامية اللي كانوا هني عبارة عن مرتزقة؟ لقيت بالعودة للتاريخ بعد تضخم النصرة وتوغلها في الشؤون المدنية من عام 2014 ل2015 ضمت عناصر مرتزقة كتير من أجل تتحول أنه هي الفصيل الوحيد الموجود على الأرض، تحولت من حالة المركزية إلى التنفيذ اللامركزي. هون أصبح كل مسؤول في منطقة عنده عصابة يعني زلمه مثل ما بيقولوا، وكانوا وقتها يقومون بأعمال سلب السلاح وسيارات من فصائل الجيش الحر. بعد انتهت الفصائل بالبغي المباشر تعودوا على الدخل الشهري من الدولارات، لجوا إلى المدنيين. يعني أمس خطف النقيب سعيد نقراش والأب منه الدكتور محمود مطلق، وكان في دفع مصاري يعني، وكان في شهود على إنه أمنيات النصرة هي اللي كانت تستدعي هؤلاء الشباب. يعني اليوم في مجموعات من النصرة اللي انشقت وبقيت مستقلة أكلها الجوع بعد قطع المال عنها ومن المنقرة الجولاني لشقاقها، وبرزت مجموعات من المغاربة وتنشط اليوم في إدلب، مجموعات من الأوزبك تنشط في حارم وسلقين، ولجأت هذه المجموعات لعقد اتفاقات جانبية مع أمراء في هيئة تحرير الشام لحمايتها والتنقل عبر حواجزها مقابل حصة من أعمال الاحتطاب والخطف والنهب والسرقة. أما مجموعات التي داخل الهيئة فكانت ترتب مع أميرها مباشرة وفق الترتيب الآتي: اتفاق كل من قطاع البادية وإدلب وحماة على تشكيل مجموعات تتبع لكل قطاع، تتكون مجموعة من 25 شخص وثلاث فانات، فمجموعات إدلب تعمل في البادية ومجموعات حماة تعمل في إدلب، وهكذا بحيث إذا كشف أمرها يقول قطاع هؤلاء فصلوا من الهيئة منذ زمن، وإن لم يكشف فالأمير يأخذ حصته من هذا الخطف والنهب. وليك اليوم أبرز مجموعة الخطف مع أسماء الأمير داخل الهيئة، عندك مجموعة حكيم الديري ويحميها حيدر التونسي شرعي حلب بهيئة تحرير الشام، عندك مجموعة أبو حمزة الديري مسؤول سجن حارم سابقا ويحميه الزبير الغزلي الشرعي الساحل والحدود في هيئة تحرير الشام، مجموعة أبو دجان القلموني ويحميه أبو مالك التلي القيادي في هيئة تحرير الشام، عندك مجموعة أبو أحمد تراقيع ويحميه أبو ماريا القحطاني، وهذا بعد أن سجنته الهيئة وهربه الأمنيين قال أنا جلبت لقطاع شرقي مليون دولار غنائم. من أين هي الغنائم؟ ما بتعرف طبعا، من أموال الناس من غنائم الجيش الحر. نعم. والآن يطعنون بظهري هيك الزلمة عم بيقول. نعم. يعني عند هذه النقطة مجموعة أبو عايش الديري ويحمي أبو طلحة الحديدي، مجموعة نعم. أبو مسلم نعم سيد ويحمي الزبير الغزلي. نعم سيد أحمد، يعني هل يعني السيد عباس شريفة يأتينا بأسماء ويعني هناك يعني على ما يبدو شيء ممنهج، برأيك هل ترى أن بالفعل هل تتفق أن ما يجري في إدلب من واقع أمني هو ممنهج؟ يعني أنا بالبداية لا أتفق مع أن القضية هي محملة لفصيل بعينه. أنا أعتقد أن المستفيد والمسؤول بالضرورة ومن يعمل من أجلها هو النظام أولا، هذا النظام المجرم الفاجر وأيضا داعش، هم من يعملون بأدواتهم التي ما زالت موجودة حقيقة في إدلب. ونحن نعرف جميعا منذ تحرير إدلب وحتى الآن أن النظام عمل الكثير من هالحالات، ليس فقط بالآونة الأخيرة، وأيضا داعش لها الكثير من التفجيرات وعملية القتل والاغتيال التي أرادت من خلالها قتل بعض القيادات التي لا تريدها أو بعض الأماكن التي تعتبر هي أن من مصلحتها قتلها أو إنهاءها.
اليوم هناك حالة غياب لسيادة ما، يعني ليس هناك سيادة لأي حكومة أو لدولة. اليوم هناك حالة فلتانية على المستوى الأمني الشرطي، ليس هناك أي سيادة، وبالتالي كل ما يجري يتبع حالة الفلتان المنفلشة من خلال وجود فصائل متناحرة. الفصائل جميعها متناحرة، لم يكن الوضع في إدلب ولا سوى إدلب بفصائل مسلحة في يوم الأيام على سمن معسل كما يقال، دائما كان هناك تناحر وهناك حالات خطف وقتل. وأيضا يضاف إلى ذلك هناك أيضا فلتان حقيقي بمعنى العصابات، هناك عصابات ليست مرتبطة بأي من هذه الفصائل، إنما هي عصابات بكل ما تعنيه الكلمة، وقد ضبطت كثير من هذه العصابات في فترات زمنية متلاحقة. نعم، يعني تحديدا عند هذه النقطة أن هناك فصائل متعددة ومتناحرة. سيد شريفة، في إدلب هيئة تحرير الشام وخلايا لتنظيم الدولة ومقرات للجيش الحر واستخبارات النظام قد تكون أيضا وراء ما يجري، إلى أي مدى يزيد ذلك من عمليات الخطف والتفجير؟ أخي الكريم، أنا لا أنفي، يعني ممكن النظام يكون له مجموعات، ممكن، لكن أنا بس بالنسبة لداعش، من الذي أدخل داعش المناطق المحررة؟ كيف دخلوا؟ يعني بسبب نفعية هيئة تحرير الشام اللا أخلاقية، عقد اتفاق مع داعش منذ سنتين في الرهجان، وتحدثنا عنه في ذلك الوقت، واستغلت داعش وأرسلت أكثر من 2000 عنصر توزعوا الآن في المناطق المحررة. الآن خرجوا، من أين خرج؟ من أين دخلوا هؤلاء؟ هل دخلوا من المريخ؟ هل نزلوا بطيارات يعني إنزال مظلي؟ الآن هناك مشروع خطير لإدخال داعش إلى ثراقب من جهة البادية والرهجان ثم أبو ظهور، ويساعدها في ذلك اختراقات لداخل السلفية الجهادية. اليوم في كتائب جوات هيئة تحرير الشام، تتعرف الأصل هيئة تحرير الشام وداعش كانوا شيء واحد، والجولاني مع بمقابلته مع تيسير علوني قال نحن خلافنا خلاف داخل البيت الواحد، والمؤسسات الفكرية هي واحدة، يعني عملية الاختراق ممنهجة بين الطرفين، وموجود الآن كتائب كاملة بايع داعش وتنتظر اللحظة. جماعة ترمين الآن يتجمعون في ترمين، والجولاني عقد معهم اتفاقية وأخرجهم من السجون عندما كان يبغي على جبهة التحرير السورية من أجل أن يساعدوا في المعركة، ووجدنا أعلام داعش ترفع على دبابات تقتحم على مناطق الزنكي. اليوم إذا بدنا نحمل المسؤولية للفصائل، طب ليش منطقة الزنكي اليوم مضبوطة أمنيا؟ ما في أي حالة خطف أو قتل أو سحن أو تفجير في مناطق الزنكي. ليش منطقة جبل الزاوية اللي هي تحت سيطرة الصقور مضبوطة أمنيا وما في أي خطف ولا تفجيرات ولا اغتيالات؟ ليش منطقة الغاب اللي هي تحت سيطرة الأحرار الشام ما في هذا الشيء؟ ليش فقط المناطق اللي يتحكم فيها أبو محمد الجولاني هي التي تعج وحكومته وحكومة الإنقاذ؟ طب أنت اليوم أعلنت حكومة إنقاذ وعملتها غصب عن الناس وغصب عن العالم، فهاي الحكومة لما ما استطاعت تضبط الأمن مولى مفروض أخلاقيا وذوقيا فعلا حل نفسها وتقول يا جماعة أنا والله ما أحسنت أضبط الأمن، تعالوا إلى لمشروع إنقاذ وطن يشارك فيه الجميع. لا تزال هذه الحكومة فقط والله بتطالعنا أثبت شهر رمضان ومبروك عليكم العيد وطالعت عفو عن المساجين، كأنه شغلتهم هن فقط مراسم نعم يعني أشرت سيد شريفة إلى وجود الأجانب. دعني أنتقل بهذه النقطة للسيد إبراهيم الإدلبي. يعني سيد إبراهيم، حملات عدة أطلقها أبناء المحافظة، منها المطالب بخروج الأجانب منها ومنع اللثام، ما مدى أثر هذه الحملات؟ طبعا الحملة الأبرز التي انطلقت في الشمال السوري وهي لا لللثام، من يقوم بإخفاء وجهه فإذا هو مجرم وهو يستعد لارتكاب جريمة شنيعة، لذلك يقوم بإخفاء وجهه. عملية اللثام والإرسال التعليمات إلى كافة الحواجز، أي شخص يقوم بوضع اللثام يتم استهدافه ويصبح هدف للحواجز بشكل مباشر، وهو يتحمل مسؤولية ما يصاب به من إن كان عملية إطلاق نار عليه بشكل مباشر أو عملية اعتقال. لذلك خف نوعا ما موضوع اللثام والتجول في المناطق المدنية. على المستوى الآخر أيضا كان هناك مناشدات من أجل إخراج الأجانب أو الغير معروفين من القرى ومن البلدات، خصوصا أن كان هناك موجات من النزوح التي تحدث عنها الضيف منذ قليل على أن هناك اتفاقية من أجل إدخال داعش إلى الشمال السوري، ونعم هذا صحيح، وقد دخلت جزء من عناصر التنظيم برعاية هيئة تحرير الشام إلى الشمال السوري. وهذه العناصر تعتبر عناصر أجنبية ونحن نعتبرها منبوذة وغريبة عن المنطقة، لذلك كانت هناك مناشدات بإخراجهم من القرى والبلدات وإعادتهم من حيث أتوا أو يتم اعتقالهم من أجل نقلهم إلى ما يعرف بإعادة تأهيل أو مراكز إعادة تأهيل من أجل
التخلص من الصفة الإرهابية أو النزعة التي كانوا قد اقتبسوها من المدارس التكفيرية في الرقة وغيرها من المدارس الأخرى. لذلك هذه الحملات التي أطلقها الناشطون في الشمال السوري وغيرها طبعا أتت أكلها على الأرض، ولكن ليست بالمستوى المطلوب، لأن هناك من قام بالانقلاب عليهم. سيد إبراهيم أرجو أن تبقى معي، كما أرجو السيد أحمد أن تبقى معي أيضا. ونودع الآن السيد عباس شريفة الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، كان معنا من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، كيف تؤثر هذه التفجيرات على حياة المدنيين من أبناء المحافظة والمهجرين؟ مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتابع أثر الانفلات الأمني على قاطني محافظة إدلب في الاستطلاع التالي. الوضع الأمني أثر على كل النواحي الاجتماعية والعمل، أهم شيء العمل، يعني الظهر لا عاد فيك تطلع ولا عاد تتحرك، بالليل بدك تسكر بكير، وغير هيك صرت تخاف من أي آلية وقفت قدامك، صاحبة غريب، من أجل التأمين، جماعة تقول، فالوضع مكركب جد، كركبي كاملة يعني. أثر علي إنه فلتان أمني كبير، لا عم نسجل نتحرك على محل، عبوات، اغتيالات، قتل، فصائل ما حدا سائل، الشرطة مستأثرة على ميل، وما حدا سائل، فصائل كل مين بده حاله، وهالشعب رايح على الشعب هذا، يعني لا عم نأمن على اولادنا ولا على حالنا ولا عياننا، الله المستعان. هذا اللي اثر علينا، يعني ما كنا اول ضمن السرى نطلع 2 بالليل، وحده مثلا 12 بالليل، هلا بقى عم نسجل هلا 7:30 المساء بنحط حالنا بنبرك في بيوتنا من الاغتيالات على الصي والعبوات، بنكون باركين احد مجالس ما بتلاقي الا طقت عبوه، وين هالفصائل هيدي؟ نشد الفصائل انه الطب الامن الطب يكون احسن من هيك. ما بقى انت تقدر تروح من محل لمحل، وخاصه بعد المغرب بعد ما تعتم من العين، يعني صفت مثل محافظه ادلب على شكل مافيا، يعني هذا الوضع اثر كثير على المواطن المدني والعسكري. حياتنا انا بقول لك كيف، يعني اذا صار واحد رفيقه من ضيعه لضيعه ما بقى يقدر يتواصل معه خالص، ما بقى نسجل نطلق في الليل على الخالص، متعتم الدنيا بنلتزم بيوتنا هون في الضياع. طبعا من عدة جهات، يعني الحركة التجارة بصير ضعيفة كتير من تدهور الوضع، بيصير العالم ما حدا بيسترجي بيروح من مكان لتاني انه بغرض تجارة او شيء، غير التجارة الوضع الامني بيصير اللي بده يروح يجيب له غرض لبيته بيصير ما بقى يتحرك، بجوز يروح في النهار ويخايف من السيارة مفخخة انه تفجر ويروح في الانفجار. كان في امان شوي، اما هلق بالنسبة للوقت الحاضر فالعالم صار في عنده تخوف كتير كبير من الخروج على الاسواق، لانه صارت تفجيرات في كل مكان، حالات اغتيال في كل مكان، ما حدا عم يعرف مين عم يغتال مين، اللي كان مدني اللي كان عسكري اللي كان دكتور اللي كان صيدلي، فحالات الاغتيال كثروني في الوقت. يعني حتى صارت عندنا قله الحركه، يعني حتى في ناس ما قدرت تروح على عملها اللي هو في قريه مجاوره نتيجه انه الاستهدافات على الطريق العشوائيه او كذا وهيك، هذا الامر اثر كثير كثير على نسبه حركه الاسواق، كمان الامر كان كثير مؤثر. بشكل عام في المناطق كلها صار في تأثيرات جانبية وثانوية وأساسية بالنسبة لموضوع التفجيرات. ونفرض أنه وقت كثرة الاغتيالات ولهلق، يعني هلا خفت شوي، بس يعني أنه في اغتيالات وفي تفجيرات، يعني صرنا أنه إذا ما نطلع من باب البيت نشك في أي جسم غريب على الطريق، نشك في أي شخص مثلا أنه نطلع فيه هيك أنه هذا باحتمال يحط لغم أو هي، عرفت علي كيف؟ يعني صار الواحد يشك في حاله وفي ابن المدينة الثاني، هذا اللي صار فينا يعني. نعم، يعني سيد إبراهيم، تابعنا معا هذا الاستطلاع، وجدنا أن يعني الناس متوجسة من الذهاب إلى السوق، إلى الزيارات العائلية، هناك تأثير على حياة الناس مباشرة في التجارة، في كل شيء، هناك توجس من أي جسم غريب. يعني برأيك كيف ستؤثر هذه التفجيرات وانعكاساتها على أبناء هذه المحافظة؟ طبعا أثرت بشكل سلبي كبير جدا على الحياة في الشمال السوري، من خلال أن الأسواق حاليا بدأت حقيقة تصل إلى مرحلة الموت والجمود وعدم الحركة بسبب الخوف من النزول إلى الأسواق العامة، أو حتى كما تحدث في الاستطلاع الرأي بعد غياب الشمس تكون هناك حالة من عدم التجوال القسري، حيث يبقى الجميع في منازلهم خوفا من أن تطالهم إن كان رصاص الغدر أو عبوة ناسفة مركونة على حواف الطرق. لذلك عملية الركود أدت إلى ضعف الاقتصاد في الشمال السوري، أيضا أدت إلى عدم الاختلاط الاجتماعي، كان هناك بشكل دوري عملية الحركة ما بين القرى والبلدات في عموم
محافظة إدلب وريفيا. اليوم نلاحظ أنه عند بعد غياب الشمس تصبح الشوارع فاضية فارغة، وجميع المدنيين يكونون ملتزمين لأن المنازل، ولا نشهد حركة تجوال ما بين القرى والبلدات في عموم المحافظة. فقط من يخرج إما أن يكون لحالة اضطرارية إسعافية أو يكون رتل عسكري من أجل التوجه إلى المحور الجنوبي أو الشرق الغربي من المحافظة، أو بأمر من القيادة يتم التحريك كأرتال عسكري من أجل الحفاظ على سلامة الطرق. أما المدنيين فهم في حالة ركود وخوف. الحالة النفسية التي يعيشها اليوم المدنيون في الشمال السوري جراء هذه التفجيرات حقيقة في المستقبل قد تنعكس سلبا أيضا على الحياة الاجتماعية لدى الجميع، وخصوصا أن الأطفال اليوم يعيشون في حالة من الرعب والهلع والخوف بسبب عمليات الاغتيال والعبوات الناسفة، لأنه في وقت سابق كان يعيش في كنف الطيران الحرب الذي يقوم باستهدافهم، وكانت أيضا حالتهم النفسية مزرية وصعبة جدا. أما اليوم تطور الأمر لتصبح الحالة النفسية أكثر صعوبة، فأنت اليوم لم تعلم من هو عدوك الذي سيقوم بعملية الاغتيال، أو أنك لا تعلم من قام بزرع العبوة الناسفة، وهذا يؤثر سلبا على الحالة النفسية للأطفال والنساء المتواجدين في الشمال. نعم، يعني تحديدا عند يعني الحالة النفسية التي أشرت إليها سيد إبراهيم، أنتقل للسيد يعني أحمد. سيد أحمد، يعني هل المطلوب إجبار الناس من خلال استهداف نفسياتهم ويعني تخويفهم من كل شيء؟ يعني أشار السيد إبراهيم أنه كانوا يرون طيران النظام ويعلمون من هو العدو الذي يعني يستهدفهم، الآن يعني يشكون في كل شيء، كما أشار الناس يعني في استطلاع الرأي أي شيء، أي جسم غريب، أي سيارة مركونة. يعني هل الهدف هو تخيير الناس بين البقاء في حالة التوتر أو الرجوع إلى حالة النظام أو النزوح من جديد؟ يعني لا شك أنه محاولة جادة من قبل النظام المجرم وأيضا معه الميليشيات الطائفية ومن ثم روسيا وإيران وداعش أيضا، وهم لا يختلفون كثيرا في مآربهم تجاه الشعب السوري، من أجل أن يكون الملاذ بالنهاية النظام السوري وليس سواه. يعني هم الآن يعملون بشكل مباشر على أن من يحفظ الأمن هو بقاء نظام بحجم وقوة نظام بشار الأسد المهيمن عليه من قبل روسيا وإيران، ومن ثم هو من يأتي بالأمن. ويعطون أمثلة كثيرة أنه هنا عندما خرجت الفصائل وهنا عندما خرجت كيف أصبح الأمن، علما بأنه ليس هناك أمن حقيقي. إذا أردنا أن نناقش المسألة بوضوح، في الغوطة الشرقية اليوم هناك حالة من الفلتان الحقيقية، هناك حالة من المنع للناس بالعودة لمنازلهم، هناك حالة من استباحة المنازل ومن ثم تجهيرها لأن تستخدم من خلال مرسوم 10 لكي يسيطر عليها. ليس هناك أي إمكانية لعودة الناس حاليا من كل المناطق التي هجروا منها إلى دمشق على أساس أنها تهجير مؤقت، ثم يعودون إلى دوما وحرستا وكل المنطقة الغوطة الشرقية. إذن يعني المطلوب هو إذا كان نزوح فهو خارج سوريا. بالتأكيد هذا النظام المجرم لا يريد إلا أن يهيمن بقوته وقبضته الأمنية المجرمة التي تعودنا عليها تاريخيا منذ على السلطة أبوه حافظ أسد، ومنذ تلك الفترة عندما ألغى السياسة من المجتمع وألغى كل شيء وزج الناس. نعم، يعني طالما أن الأمور بكل هذا الوضوح، أليس يعني يجب على الفصائل يعني أن تعيد بناء نفسها وأن تقوم بضبط الواقع الأمني، أن يكون ذلك لها حافز؟ تماما. يعني إذا أرادت هذه الفصائل وإذا أخذناها بحسن نية أن تعيد بناء محافظة إدلب على أسس جديدة وتقول للنظام أنها هي البديل الحقيقي لوضع أمني ووضع اقتصادي ووضع مالي وإلى آخره اجتماعي في إدلب يختلف عن وضع النظام، لابد من إعادة صقل كياناتها وتوحيد كياناتها على أنها فعلا هي من يقف إلى جانب الناس، وتعيد تأسيس مجالس محلية قادرة وقوية وتمتلك أداة شرطية ومؤسسة موحدة للشرطة في كل محافظة إدلب، ليس بكل فصيل. الفصيل الواحد لا يمكن أن يستنتج منه أو يستخرج منه مؤسسة شرطية، لابد أن تكون المؤسسة الشرطية تتبع
كل الحالة، وبالتالي أن يكون هناك حكومة واحدة موحدة تستطيع أن تفرض سيطرتها على محافظة إدلب، ومن ثم الوصول إلى حالة أمنية مستقرة، وإلا المشكلة تذهب إلى مآلات قد لا تحمد عقباها. نعم سيد إدلبي، يعني هناك استهداف للقادة، يعني قد نفهم هذا، ولكن الاستهداف الممنهج للأطباء وللكادر الطبي، يعني كما أشار التقرير أنه يعني وصل لمرحلة أن الكادر الطبي بشكل عام دق ناقوس الخطر كما رأينا في التقرير، يعني برأيك لماذا هذا الاستهداف للكوادر الطبية؟ حقيقة الاستهداف للقادة العسكريين في المرحلة الأولى لم يأخذ الصدى الحقيقي على الأرض، ولم يصل إلى مرحلة الانفلات الأمني، لذلك انتقلت هذه العصابة المجرمة التي هي السبب بعمليات الاغتيال من أجل استهداف الكادر الطبي والنشطاء الميدانيين، لأن المدنيون بدأوا يتعاطوا مع الموقف على أنه عملية تصفية عسكرية ما بين المجموعات المتقاتلة في الشمال السوري. ولكن الانتقال من مرحلة الاغتيال العسكري إلى مرحلة اغتيال النشطاء الطبي أو النشاط الطبي والمؤسسات المجتمع المدني أخذت صدى على المستوى الشارع السوري بعملية أن هناك انفلات أمني حقيقي في المنطقة، وهذا ما كان يسعى إليه نظام ومن خلفه روسيا والعصابة المتمركزة في الشمال السوري التي تساهم اليوم في عملية إدخال الشمال السوري بدوامة كبيرة جدا، لأن عملية اغتيال الكادر الطبي حقيقة والذي هو يعتبر القلب النابض في الشمال السوري، لأن الكادر الطبي لولا وجوده وأيضا المؤسسة الطبية لكان الكثير من المصابين لقوا حتفهم جراء نقص المساعدات الطبية أو جراء نقص الرعاية الطبية. فعملية استهداف الكادر الطبي في مرحلة ما قبل دخول الشمال السوري بحالة حرب جديدة مع قوات النظام بمحاولة سيطرة النظام على الشمال، طبعا سيكون لها أثر سلبي كبير جدا من خلال انعدام الكادر الطبي أو نقص عمله في ظل تكرار القصف وأيضا زيادة في عدد المصابين على مستوى المعارك وأيضا على المستوى المدني، وهذا أيضا سيصل إلى مرحلة من كره الشمال السوري والتفكير بالعودة إلى كنف النظام، وهذا ما أشكرك عليه النظام من أجل جرء الجميع إلى هذه الحالة. نعم أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي، كنت معنا من الحدود السورية التركية السيد إبراهيم الإدلبي. سيد مظهر، أحمد مظهر سعدو، أتمنى أن تبقى معنا لنتابع هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نسلط الضوء على تراجع الخدمات الطبية في إدلب على خلفية الانفلات الأمني واستهداف عدد من الأطباء. أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية خلال الأسبوع الماضي: الإفراج عن الطبيب محمود مطلق عقب اختطافه منذ مطلع شهر حزيران بعد دفع فدية مالية مقدارها 50,000 دولار، وذلك يوم الخميس. مجموعة ملثمة تابعة لهيئة تحرير الشام اعتقلت الطبيب مازن دخان بعد مداهمة منزله غرب مدينة إدلب، وأفرجت عنه بعد ساعات، وذلك يوم الثلاثاء في 19 من شهر حزيران. وفي اليوم ذاته قالت هيئة تحرير الشام إنها ألقت القبض على خلية تتبع لتنظيم الدولة، قالت إنها متورطة بحوادث اغتيال. بيان من أطباء وصيادلة محافظة إدلب قضى بتعليق أعمالهم لمدة 3 أيام على خلفية الانتهاكات والفوضى وغياب الأمن، وذلك يوم الأربعاء في 20 من شهر حزيران. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بالسيد أحمد مظهر سعدو، كما أرحب بوزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور فراس الجندي. أهلا بك دكتور فراس. يعني بداية، الأطباء والممرضون خلال الفترة الماضية كانوا هدفا لعدة عمليات اختطاف، عرضنا جزءا منها، حدثنا أكثر عن أبرز هذه العمليات وخاصة الخطف. مساء الخير لك أستاذ الشاهدين، حياك الله جميعا. طبعا الأطباء في الداخل السوري من أكثر الشرائح المثقفة التي تعرضت للقصف
والاستشهاد من خلال قصف الطيران ومن خلال قصف الكيميائي للمشافي ونقاط طبية. ومع كل هذه الظروف الصعبة صمد الأطباء في الداخل السوري، ولكن في الفترة الأخيرة طفى على سطح ظاهرة غريبة على المجتمع السوري، غريبة على الثقافة العربية والإسلامية، وهي ظاهرة الاختطاف، وهي جريمة نكراء يعني دخيلة على مجتمعنا بشكل كبير. يعني الأطباء يعني دائما مشغولون في المشافي، وهناك نقص كبير في عدد الأطباء، ونحن نسعى دائما لتثبيت الأطباء في الداخل السوري ونحد من الهجرة من خلال تأمين فرص العمل الكاملة لهم، لأننا نحتاج لخدماتهم في الداخل السوري بسبب النقص الشديد. ولكن هذه الظاهرة سوف يكون لها تأثيرا سلبيا على العمل الطبي، وربما يفكر بعض الزملاء الأطباء في الهجرة إلى الخارج. طبعا كما علمت، وقبلها الدكتور صالح الإبراهيم مدير مجمع الطبي في العزيزية تعرض للاختطاف لمدة 16 يوما ودفع فدية مالية حتى تم إخراجه. فهذا العمل دعا بالأطباء للقيام يعني لفتة احتجاجية على هذه التصرفات، فقامت وزارة الصحة. نعم، يعني سننتقل إلى يعني الاحتجاجات والبيان الذي أوقف وعلق العمل الطبي، ولكن دكتور يعني هل لديكم معلومات حول الجهات التي تقف خلف اختطاف واحتجاز الأطباء والكوادر الطبية في محافظة إدلب؟ طبعا هناك خلايا للنظام، لأن النظام هو المستفيد الأكبر من خلق الفوضى في المناطق المحررة، وهناك بعض الفصائل المحترقة من قبل خلايا تابعة للنظام، وهناك بعض الفصائل تحوي بعض الغلاة الذين يتصرفون بشكل بحكم مجتمعي على الردة على جميع أفراد المجتمع، وهذا يبرر لهم أي عمل يقومون به تجاه الأطباء أو غيرهم. ولكن الأطباء والكوادر الطبية كانت فئة مستهدفة، وكذلك يعني أبناء يعني أساس الجامعات كما حدث لابن الدكتور عبد العزيز دغيم، حيث اختطف وهو محاسب في المشفى الوطني في إمارات عمان منذ 70 يوما، وكله ابتغاء ابتزاز مادي ربما يعلله بعض المتطرفين بتأمين مبالغ مالية من أجل استمرار الجهاد، وهذا قمة التطرف. يعني نعم، اليوم كان هناك إضراب للصيادلة، كان هناك مطالب لنقابة الصيادلة من أبرزها كشف اللثام عن وجوه العناصر الأمنية المنتشرة في إدلب وحواجزها، إلزام العناصر الأمنية بلباس موحد، بطاقات تعريفية موحدة، عدم توقيف أي شخص وخاصة الكوادر الطبية إلا عن طريق النقابة المختصة بموجب كتاب رسمي صادر عن القضاء. يعني الخطوات والحلول المطروحة، هل سيد مظهر يعني برأيك هل العناصر الأمنية هي المنتشرة في أرجاء المنطقة في إدلب هي مسؤولة عما يجري؟ الحقيقة هي عناصر كما قلت سابقا غير كافية، يعني هي جزء من المشكلة وليست فقط مسؤولة. هذا التشظي في حالة الفصائلي في إدلب، ومن ثم كل فصيل يتبع له شرطة على قده ومقاسه، وهذا الانفلات الذي أدى إلى ما أدى إليه يدفعهم أو يفترض أن يدفعهم جميعا إلى إعادة تكوين مؤسسة شرطية موحدة تتبع هيئة حكومية حقيقية، تتبع هيئة موحدة فلتكن ما تكون. إذا كان هناك إشكال مع الحكومة السورية المؤقتة فليكن أن يتفقوا على هيئة شرطية تتبع مجلس محافظة إدلب مثلا أو أي مجلس محلي، المهم أن يكون هناك حالة ضبط حقيقية. المواطن في هذه المحافظة الذي تجاوز عدد سكانها 3 ملايين لم يعد مقبولا لديه، وهو المهجر من داريا ودوما وحرستا وكل سوريا وحمص وإلى آخره، لم يعد مقبولا أيضاً. ومن حلب وكل المناطق السورية لم يعد مقبولا اليوم أن يعيش هذه الحالة المنفلتة أمنيا. ليس معقولا في محافظة إدلب التي كنا نسيرها من أولها إلى آخرها في يوم واحد وليل نهارا أينما كنا، اليوم لا يستطيع ابن إدلب أن يخرج بعد صلاة المغرب من بيته. مسألة تدعو للقلق، وبالتالي إن كانوا فعلا صادقين ومخلصين في الحفاظ على إدلب محررة وأن يكون لها وجود حقيقي في مواجهة هذا النظام، عليهم أن يؤسسوا لمؤسسة شرطية حقيقية تتبع قيادة موحدة، ومن ثم ينهون
حالة الفلتان ويعيدوا الأمان لإدلب للناس للمجتمع الذي يعيش في كنف محافظة إدلب حاليا. دكتور الجندي، هل العناصر الأمنية المنتشرة يعني برأيك هل ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها من قبلها لحماية الكوادر الطبية في محافظة إدلب؟ طبعا كما ذكر أخ الكريم لابد من توحيد الجهود، يعني كما يذكر القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد المراجع الأمنية ومرجعيتها فصائلها، هذا التشظي كان سبب رئيسيا في الانفلات الأمني. طبعا هناك عدة طروحات، منه الأمن الشخصي للأطباء، منه الأمن المؤسساتي للمؤسسات الطبية خلال حرس، ومن خلال استعمال بعض الوسائل الحديثة الجي بي اس إلى آخره. وكذلك لابد من أمن المجتمعي، الأمن المجتمعي بتشارك القوى الأمنية الموجودة على الأرض إضافة للتفعيل اللجان الشعبية من خلال المجالس المحلية. لابد من قيام عمل متكامل على مستوى المناطق المتحررة ومرجعية واحدة حتى نستطيع ضبط الأمن في المناطق المحررة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فراس الجندي، وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، كما أشكر السيد عباس شريف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وأشكر أيضا ضيفي السيد إبراهيم الإدلبي كان معنا من الحدود السورية التركية، وكل الشكر لك السيد أحمد مظهر ساعدو الكاتب والصحفي السوري، وشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.